بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. ماطور تاروسة هواء 120 فولت يشتغل، نظام أمريكي، فما يشتغل عندنا على 220، فراح نسوي له تحوير، نحوره نفس الماطور نفس الملف هاي شكلها. هنا ما سوينا التحوير إلى أن تأكدنا بأنه ملفوف مزدوج بالنسبة للرننج وبالنسبة للستارت. فالطريقة كل سهلة، أن نفصل كل مخدة اعتيادي بها وايرين بداية وايرين نهاية. فش راح نسوي؟ نقيس بالأوفوميتر بداية بنهاية بداية بنهاية، فراح نقاطع الملفات بداخل القطب الواحد، قاطعناها هالشكل، يخرج بالأخير بداية ونهاية. طبعا كان يقرأ كل مخدة تقرأ 4 بالأوم. الستارت نفس الحالة، أيضا فصلناهن وقاطعناهن، بالنتيجة النهائية طلع عندنا وايرين للرننج وايرين للستارت. هذا كله راح يشوفونه بالمخطط. هذا الأوفرلود وهذا هو الماطور الداخلي مالته، مثل ما قلنا هذا 120 فولت، الأمبير مكتوب عليه 14، والمكثف مالته طبعا 60، لكنه احنا من شغلنا طلع عندنا 9.5 أمبير، فهواية الأمبير عليه بالنسبة له. هذا شوفونه. فالسوي تاني شغلته وخليت له كونديسر 30، يعني بالنص قسمناها، اشتغل الماطور براحته وسحب تقريبا 5.2 بالعشرة، هذا مكثف 30 ونجح الحمد لله. هذا طبعا اللي ما افتهم صحيح راح نفهمه على المخطط. هذا نعتبره الستارت وهذا نعتبره الرننج. فاحنا سوينا هو لا فيه مزدوج يعني متصل، فاحنا سوينا قصيناه وعزلنا ملف عن ملف، يعني بكل ما مزدوج صار كأنما لا فيه مفرد هالشكل. فكل طرف إلى بداية، خلينا نقول إلى نهاية، وهذا همين إلى بداية وإلى نهاية. فإحنا سوينا أخذنا البداية زرعيني، النهاية مالته شركناها ويا البداية مالت هذا الملف، طلعت عندنا بداية ونهاية. نفس الطريقة هنا عندنا بداية ونهاية، زين، هنا عندنا بداية ونهاية نفس الشيء. فالنهاية هذه هاي البداية، النهاية جبناها ويا البداية فطلعت لنا بداية ونهاية. الطريقة هاي بالنسبة للرننج، طلع عندي طرفين، ورا ما طلع من الطرفين ايش راح اسوي؟ راح اجي اسوي تقاطع بالملفات، يعني هذا راح اجيبه هنا، طلع لي بالاخير بداية ونهاية بالنسبة للملفات هذه، يعني طلع لي طرفين، طرف منها وطرف منها. زين، نفس الطريقة سويناها للستارت، أيضا جبنا نهاية هذا خليناها هنا هالشكل، زين عيني، وجبنا هاي النهاية خليناها هنا، طلع عندنا طرفين، راح أجي أشرك هذه ويا هاي، طلع لي طرف هنا وطرف هنا، العملية كلها سهلة مو صعبة، زين، والربط الأخير نفس الربط اللي سويناه، طريقة ربط الأوفرلود اللي شفتوه، الأوفرلود هذا الصغير، وعندنا هنا المكثفة، زين. هذا السيل كونديسر، هذا الاوفرلود، عندنا طرفين للستار خلينا نقول، وطرفين للرننج، طرف ستارت ورننج هذا مشترك، يروح وين؟ للاوفرلود. الطالع من عنده وين يروح؟ على ال 220، زين عيني. طرف الرننج خلينا نقول هذا الرننج يروح للمكثف، والستارت يروح للمكثف، من الرننج ايضا يروح 220، يعني الربط ماله راح يكون بهاي الطريقه. العمليه كلها سهله. حبينا نوضح لكم الفيديو. تحياتنا لكم وشكرا لكم.